إخواني متتبعي قناة مراد بتيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أحوجنا إلى أيام رمضان، ما أحوجنا إلى أجواء رمضان. والله سنفتقد هاته الأجواء، والله ستضيع منا الرحمة، ستضيع منا المغفرة، سيضيع منا التواب. يا رمضان، وأنت في أيامك الأخيرة، إنك في 25 من أيامك، نحسك وأنك تمشي بسرعة، وأنك تغادرنا بسرعة. وما أحوجنا إلى أيامك، إلى صلاتك، إلى قيامك، إلى معاملاتك، إلى طيبوبة الناس فيك، إلى هذه الأجواء التي تقترب من انتهاء الصيام. يا الله يا الله يا الله يا الله، أجواء روحانية طيبة، أجواء كلها مفعومة بالحب، بالسلم، بالرحمة، بالمودة بين الناس. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أحوجنا إلى هاته الأجواء أيضا، فكل برامجنا إما في الدين وإما تقربا إلى الله من خلال هاته الصور التي تذكرنا بما ينتظرنا. يا رب لا تحرمنا هذا المكان. أجواء فريدة من نوعها، أجواء لا تشبه أجواء باقي أيام السنة، إنها أجواء رمضان. وغدا إن شاء الله سيكون ليلة القدر، لأننا اليوم 25 من شهر رمضان. عيشوا معي هاته الأجواء وهاته الروحانيات، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة بالله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو. يا لها من أجواء، أجواء الإفطار تقترب، أجواء الإفطار تقترب. موعد الإفطار يقترب، والناس تهرع وتهرول، فهناك من يهرول نحو المسجد، وهناك من يهرول نحو البيت، وهناك من يهرول نحو العمل، ولكن تبقى هذه الأجواء متميزة. وهناك في البعيد سيدة
كانت تبيع الخبز والمسمن والبغرير، وهي الآن تعود إلى بيتها رفقة أولادها، وقد حصلت على شيء من النقود، وقد تركت ابنتها تحضر الفطور. الآن الكل قلق، الكل يريد أن يسرع ليصل إلى البيت في الوقت. أحد يريد أن يترك الآخر يمر، كل يسرع. أجواء رائعة. سنفتقدك يا رمضان يا رمضان، والله سنفتقدك، وسنحن إلى أيامك، وسنحن إلى أجوائك يا رمضان يا رمضان. والصومعة قد أضاءت أنوارها استعدادا للفطور. آذان الإفطار يا سادة. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني أيها السميع العليم. اللهم إني لك أفطرت وعلى اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. لا إله إلا الله. أجواء